مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم وسهلا معنا في برنامجكم الأسبوعي، برنامج لقاء مع حواء. مشاهدينا الكرام، اليوم ضيفتنا في برنامج لقاء مع حواء هي الدكتورة تربة بنت عمار، الأستاذة الجامعية. واليوم موضوع حلقتنا هو دور المرأة في المجتمع. طبعا معروف في البرنامج أن فيه فقرتين، فقرة هي فقرة حياتك، والفقرة الثانية هي فقرة آراء المشاهدين. لها نرحب بدارك بضيفتنا، مرحبا بك وسهلا تربة. شرفت معنا طاولة لقاء مع حواء. شكرا، وأنا كذلك سعيدة باللقاء معكم. شكرا لك. اليوم موضوع حلقتنا هو دور المرأة في المجتمع الموريتاني. شنو هي الأدوار اللي لحقتها المرأة في المجتمع؟ والله تكلم عنها بالضبط، صح تعبير. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على النبي العربي الأمين. بالنسبة لي المرأة في المجتمع الموريتاني كغيرها من المجتمعات العربية الإسلامية الإفريقية، نظرا الكشكول المكون لهويتنا الحضارية والاجتماعية، المرأة عندها دور طبعا اجتماعي تربوي كبير. لأني أنا عيت مرة دائما نقول على الدور اللي يصنف له، على أنه متع بكثير من الدنيا وكثير من الإقصاء، لأن أي إنسان والله أي فئة يلين يعود مرسوم له دور، إن فيه نوع من الكبت، فيه نوع من السجن، فيه نوع من 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 عدم ما أعطى الإنسان قيمته. أنا ما عندي علم في المادة ترسم المادة. أنت إذا السؤال لك ما يمكن تطرحيه على راجل مثلا، ما يمكن تقول للراجل شنو هو الدور المعطي للرجالة. شنو هو الشكل اللي تبقى تشوفي عليه المرأة الموريتانية؟ شفتي، أنا دائما عندي المبدأ، مبدأ العدالة، والعدالة هون نتلاون دور ودور المساواة، وهذا حقنا الطبيعي، وحقنا طاه الدين الإسلامي، وحقنا طاته الفطرة البشرية. طبعا أنا نختير أساسا، لا شك على المرأة الموريتانية حالا تعيش طفرة حقيقية وتعيش عصر ذهبي إن صح التعبير، محط من الرقم القياسي، كثرة الوزيرات والنائبات البرلمانيات والمديرات والسفيرات إلى آخره. وهذا طبعا يرجع فيه لفضل النظام الحالي بقيادة فخامة رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز، يالت المرأة الموريتانية تم دائما ثمن لهذا الدور. هذا الشيء واقع حقيقي يقير ذقع طبعا إصلاح، وطبعا وضع المرأة أمامي حك يقير إحنا ندور هاي الثقافة مشبعة بالإقصاء اللي مزلنا نحملوها في الجامعات، ومزلنا نحملوها في المؤسسات ذات الطابع الديني، ومزلنا نحملوها في الدوائر التقليدية وفي الدوائر العصرية، من إهانة المرأة، والمرأة ما هي شيء، والمرأة العلايات ما يقرش، وإن كانهم ما يقرش، والمرأة ما كذا، والمرأة. بالتالي أنا نبقي تعد الحملة على هذه الثقافة الإقصائية المحمولة للمخزون اللي محمول، نحاول بأنه تعدل عليه ثقافة، تعدل عليه حملة إياك يتقلص، لين يتقلص متين لين يشعروا بالنقص مع الوقت يعودوا عليها طبيعية تشعروا مساواة. وإحنا ما دمنا نعودوا نشعروا بالحيفو الإقصاء. طبعا زين عندنا أنتم شوفوا تمثيل ثلث مجلس الوزراء من العليات، هذا زين طبعا يحفزنا يقير لنا رجع القاع المجتمع المدني اللي احنا ناقصات، واحنا هذه لا سياسة الدولة ومعدل تولاد الدولة وما هو ما يصلح لشيء وكذا. الحقيقة نختير، وإذا طبعا عنها ما دامت شحنة ثقافية معينة ما نشك أنا لأن القضاء عليها سريع، وبالتالي احنا نحاربه بهذه الطريقة اللي مع الوقت نتمنى وإن شاء الله نتقلص إن شاء الله يا ربي. ذرك إلهي ننتقل شور الفقرة الثانية من الأولى من برنامج، هي فقرة حياتك. الكريم صار بتكلم لنا شوي عن حياتك. شفتي قد شفت كاتبة غالي لأنها ما نعرف إذول المشرقية قالت لأنها إن الشخص كامل ما يعرف يعطي حياته لحد ما في حق 70 سنة، والله 80 سنة، وبالتالي إحنا نبي نزلنا إن شاء الله نوصل لك مرحلة إن شاء الله أتمنى. ما فتنا بي اللي ما فتعت عندنا رؤية متكاملة عن مسرحية الحياة اللي إحنا عشنا. ما فتنا نريد نصنف روسنا كأبطال كشخوص بالتالي ما فات لحد ما نكتب مذكرات، ولا فات لحد ما والله بعد قاعد نكتبه ما خرجوا من الاخر، ولا فات لحد ما نقدموا له تهريبه كامله غير بعد اللي فات بعد خليج منها. انا من الباركي ومقاطعه الباركي والمدينه، مولوده في السبعينات وتكون تكوين محوري،
وهذا التكوين المحوري جعلني عندي اهتمام كبير بالرنجال والشعر العربي الفصيح والتاريخ، اهتميت بهم اهتمام كبير، وقريت شنو النحو مع وياسر وفي دواوين كنت نقراها. كانت اذاعه البي بي سي واذاعه موريتانيا، يعتبروا رافدين اذاعه بريطانيا قسم العربي واذاعه موريتانيا، لان مش من نشر لك برامج ثقافيه وبرامج ادبيه، وبالتالي تكون عندي ثقافه مزيج بين الادب والتاريخ المكتوب، رسم حياتي منهم الاغاني والامال وتاريخ الخلفاء الراشدين الدين السيوطي وقول على قول حسن كرمي، هاي كتب ادبيه اعتقد انهم نواه للمستوى الثقافي لفتره صيانه الاعداد فيها ما يقراوا في مقاطع باركي ما يقراوا، وبالتالي اهتميت بنقرا ولين اذاعه 98 جيت من المنشوط وعدلت بك ولا ريتها، ولين عام 99 رجعت وعدلت بك وريت الدوره الاولى الحمد لله، وسجلت في قسم التاريخ ولا قطع لي السنه الحمد لله، وتخرجت 2003 2003 ما استحقيت منها باللي جيت رقم 2 للقسم ومقاطعه الدوره، وبالتالي ما استحقيت منها يعني مشيت انا على حسابي. 2004 ما مشيت بدايه 2005 جيت المغرب وسجلت في جامعه مولاي اسماعيل وحده قال درس القران والعمران البشري خليط بين التاريخ والدراسات الاسلاميه تراث اسلامي، سجلت فيها وبعث ماجستير، ناقشت ماجستير ديسمبر 2006 وسجلت دكتوراه دكتور في مارس 2007 وناقشتها 8 اكتوبر 2013 وكتبت الحمد لله في الجامعه 31 ديسمبر 2013 استاذه محاضره في قسم التاريخ حالا مديره مساعده وزاره الثقافه. عندي صاحبه راي دراسة التاريخ، عندي اهتمام بالأدب، عضو في المجلس التنفيذي لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين من 2007 إلى الآن، عندي رواية طبعة لاتحاد الأدباء قالها وجهاني في حياة رجل موجودة كانت في السوق العتمة فقط منه، عندي محاولات أخرى غير اللي قريتها عن الأدب، الأدب الأخرى خاصة أدب المرأة العربية، شوي ترفت عن الكتابة، شفت فيه إنه رسم حقيقي معاناة المرأة من خلال الرواية، استغرب النسوي نعتبره سلاح، قد كتبت عنه مرات، كتبت عنه استغرب النسوي ذوق المتخيل الأنثوي. وكتبت كتاب نساء الوطن العربي جلد تأسيس لأجل التجديد، وكتبت عن ثنائية الألم والأنوثة في تجربة السرد النسوي العربي، قرأت العديد من الروايات وبالتالي أرسموا لي رؤية، رفضت شوي عن الكتابة، عندي رواية نحاول إني أكتبها قيد الكتابة ما زالت والله قيد النشأة، نعتبر أنها لين حاكي به المشرقيات، نعتبر أنك تقول شوي ذات مستوى من الجرأة، ماني عارفة كانت قد ترقى شوية من النقد، وحافظ فيها بعد طبعا لقع ماني كارية به القراء ولا المشاهدين، لأنه هذا قناعتي، نحافظ فيها الخط الأخلاقي والديني بالنسبة لنا، غير أمور أخرى مسكوت عنها، الأدب عندي نوايا أحلى منها، وطوف عندي اهتمام بالأدب اللي هو أساسا قلت لي مديرة مساعدة وزارة الثقافة، كنت مديرة مساعدة في إدارة الثقافة والفنون، وحالا مديرة مساعدة في كتاب والمطالعة العمومية، إدارة أيضا مركزية في الوزارة. مقالات نكتب غزارة في مقالات، حد يكتب اسمي في جوجل يجبر لك نكتب. أي سنة بدأت تكتب؟ تمام، أنا سنة 2003 سنة 2003 أول مقال كتبته جريدة أخبار المنشور. وبالتالي انا دائما اشكر اخبار المنشور لان هي اول من احتضن هذياني، كنت اهدي تلك الفتره، هل كتبت شوي عن اخبار فلسطين كفاحي صاره 2002 كتبت 2002 في صار معدل الساعة في رام الله للشهيد ياسر عرفات رحمة الله عليه، كتبت صار 2003 عاد بذاك في قضايا تذكر أول مقال كتبته عن قضايا المرأة في أخبار المنشور كتبته تحت اسم مستعار إني قال لي جامعية وعاني، وكتبت مقال بعنوان أنوث المرأة المثقفة لماذا؟ نتذكر إنه بصدى شوي لباس به بعد في وسط الجامعة وفي وسط الطلاب، ثم من تلك الساعة صار أنا نكتب، كانت جريدة الحرية اللي يديرها طبعا زميلي واخوي الغالي لي محمد نعمة، كان تكتب ورا ذلك فيها مقالات، كان عندي عمود ذهبت نقل بلادي السطور نكتب عن التاريخ عن التجارب السياسية اللي شهدتها موريتانيا مع دول المرابطية تشكل الحواضر محاولة منصور ذلك إلى آخره، بالتالي طبعا هذول الجرايد اثنتين خارج موقع ما تلا خارج نقل موقع الدرب كنت نكتب أيضا فيه اللي قاعد هون ودون، وبالتالي عقب ذلك صارت نكتب مقالات أقلام حرة مثلا مواقع اللي مواقع اللي نكتب فيه وإضافة للحرية كتب والمواقع كتب وتوف ثم عيد بعض الأشياء نحس بألم ألم فيها استدعى من الكتاب التعلق بإقصاء المرأة معاناة المرأة الشحنة الدولارية ضد المرأة في الثقافة، بالتالي دائما تقول عندي مقالات يفصل في البعض لا نعرف لماذا بجراء وما نعرف دور شنو، أنا عندي إن المثقف ياكي يقول مثقف ما يقول يبرر الواقع ولا يقول يتناهى مع الواقع، هذا ما هو مثقف، مثقف ذاك اللي يحرك المياه الراكدة، ما معناه إنه يشاكس قيم ولا الأخلاق ولا الدين، غير قد يشاكس النسق الاجتماعي والثقافي المسيطر، وطبعا الكلمات شاكس معناها لم تأتي بجديد، وما لم تأتي بجديد معناها أنك منك مثقف، معناها أنك تبرر الواقع، وشفت الناس بعد كذا بعد كذا بعد كذا، بالتالي المناهج العلمية كاملين تقرا عن المفكرين وأصحاب المشاريع الإصلاحية طبعا شاكس لأنهم يعني مهمهم يقوضوا رواية ينتقدوا رواية قائمة، غير قد ما ينتقدوها جملة، غير ينتقدوا فيها جزئية، ينتقدوا فيها أشياء، ينتقدوا فيها معطل، ونقول دائما أنا التخصص دائما أقول أنا من الله علي بتخصص التاريخ وخاصة التاريخ الإسلامي، لكي تتكشف لي بعض أخطاء الحضارة العربية الإسلامية بعض أخطاء
قالوا لك قالوا لنا مثلا قالوا لك هو هذا هو اسمي طريقه خلعتي والله انا مت والله ما تني تحيي قلت لي صح وصفتوني انا اللي شفتك شيء قلت لان هذه كاميرا كاشي يا قربي يا جدي ما شكيته بسم الله كاد يشهد والله انا لك والله تعرفك اسمح لنا دكتوره لا راني معتذر منك دكتوره وسمحي لي حتى هذا المقصد منه لا شيء طرفة لرمضان يحضر لرمضان وطالبينك من ذي المبارت وشي كلمة للجمهور وراني لا خليك مع مريم يا والله أنا ما معقول لو ياكل أسامحك أستد سامحة لك يا ما يحدش يا قيل هذا ما هو معقول وأنا غريب عندي إنهم ما يراعوا فينا ولا شاونا تقع واضح تبعد الله خاطفي فيك تبعد الله خاطفي فيك أستد خاطفي انا مالي خلاص قلت لي انت ما ميته بيا الخلع ميته بيا الخلع اخباري انا لك تموت بيا مو تصح كم تجي بالحاتون قدر رقم باتك عني با لا حول ولا قوه الا بالله ما تتحيي والله ما قد اعبر صرتي عنك شنو ضاكت فيها والله ما تتنقد نعبر هذا اللي بدن
من شدد ما قد خلعت بالدرجه كيف تهد. انا اصلا اللي خلعني المجاني انا اختير اصلا تخبطني وته اصلا ونختير عن كل شيء عن يدخل علي مجنون او جاني راجل توه مجنون. شكيت انه عاتيه تقول هاي مشكله القرداي وشكيت اللي على انه مجنون. انا شكيت على اللي يخبطني بالسكين ونوفا والله انا دخلني شك في البدايه انها كاميرا كاشي يا قيرين خرص جديتكم انتم وهذا وجديته هو في الدور العدل. تاكدت لانه مجنون دخل علينا تو من الشارع القدام. ما انا كي من ذكاء تخبري بتمثيل المجانين القطع. طبعا انا قلت للمشاهدين على نكشاتنا اليوم يقال ما قلت منها كاميرا كاشه. هون واحد قالوا عزيز قال الدكتوره تربع عمار تتهجموا على الجن وتتهمه بتهميش المراه وهي من دعاتي العلمانيه في موريتانيا. يا اختي المعلومه قاعد منين جايبها؟ شنو الدليل على هذا؟ ما نعرف. انا سليله مجتمع محضري، سليله مجتمع متدين. وانا جايه من محضره، وانا قريت الدراسات الاسلاميه معضله فيها الدراسات العليا كامله جانب التراث منها وتاريخ. غير هذا لا ايش من العبارات والتوثيق هو. منين تهجوم الى الدين؟ منين العلمانيه؟ هو اللي طرح هذا، ما يعود يعرف العلمانيه تنقلش، ما يعود يعرف. وبالتالي هذا ما يستحق الرد قاع. كان يعني يطرح لي شيء علمي شوي، يقول انت يا علمانيه لانك قلتي ما هو كذا، انت تجمل الدين لانك قلتي ما هو كذا، وعلى الاقل يناقش معايا روايه ما هو باغي لا يقعد يقعد يسمع وتوف على اني ها من يساوي بين المراه والرجل، ودير لك روايه ذيك الخانه وتو ما يعرف كاع، تلحقيه ما عنده مستوى هو هذا، تلحقيه ما قاعد تقرا كاع شيء سوى شنو. خلي العرفه يقول انا طالب في الجامعه ونقول الدكتور عنها تترك عنها التعليم وتوحد في التطبيق وتصفيق السيد الرئيس. زين هذا راي مضبوط غير ذا قاع ما هو متناقض. الرئيس رئيس الجمهوريه عنده قدر من الاصلاحات، هو من نفسه ما يقدر ينكره قدر من الاصلاحات، البنى التحتيه في الجامعات في الطرق في المطارات في التعليم في الامور الدينيه من اذاعه القران ومحضره القران وجامعه اسلاميه الى اخره. وبالتالي انقدوا نشيدوا ونعترفوا باصلاحات تحققت في باراده وبعمل من فخامه رئيس الجمهوريه، وفي نفس الوقت نقروا في الجامعه لقى على هو تما نكته. شي مني تقول انا نقول تربع عمار على انها الفكر اللي دائما تجيب ما هو جديد، ما هو جديد. لماذا ما هو جديد؟ انك تجيبي نفس الفكره اللي كي تقريبا ما نعرف. انا ما قد وضح لك كتبت هي اللي كتبت انا نقول تربع عمار على انها الفكر اللي تجيب ما هي جديده. نعود قلتها وانت مكررها وذاك الشيء اذا معقول صح يا قير. بعد شفتي انا عييت مره، انا متواصله مع البحث لاني يعني انا استاذه جامعيه متواصلين مع البحث يقتضي علينا وظيفتنا وحتى تقتضي علي وظيفه التجديد من الطبيعي بينه وليه ودي يجدد ذاك بعد هو اللي هو هذه بعد ملاحظة غدر نقبوها بعين الاعتبار ان انت مو جدو ان شاء الله. طارق يقول تربة عنصرية كيف؟ دايما تنحاز للنساء وتقول على انهم مهمشين وتدير الحق على الرجال. نقع معهم عنصرية العليات مستضعفات، والمستضعف دائما لا يلا حدا لا يعود معه لا بينهم مستضعف لا حنا الرجال يستضعفون يعود معهم. تشفاقعك؟ تشفاقعك؟ ما فقعت انا من زماني حيه بيا خلعته. على العموم انا معتذرة لك، هذا من البرنامج إيه؟ من كاميرا كاشي برنامج قالوا تشفاقعك إيه؟ ولا كاتبت وانا كامل ايوه زين 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 هذا كاتبتي انت يا وزين زين لما فقعت الصم من وقع ما فقعت لا 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 اللي هذاك الاول وتوف اول كان عندي منه ذاك ما عادي. على العموم رمضان كريم علي وعليك ان شاء الله ان شاء الله وينعاد علينا وعليكم دير عن دير ان شاء الله وتسمحين على ذي الدبلبه اللي عدلنا لك والمجنون وهذا كامل من كاميرا كاشي اللي معدلين ما هو معقول. انا غريب عندي قاعد لا طريقه انا مع دخلته جات عندي صوره مباشره انقطعت لها التلفزه الوطنيه تمام قاعدين اللي قاعده راك لي الين اللي دخلوا علي وحدين عندهم دقه وقالوا لهم لا هي لابسين بس طب وكانوا لا يدقون ونكتشفت حاله من فينوزيا الطيور
والغريب ان دخلته هو عجل لي ذاك علينا كاميرا كاشي غير ان خرست وجهه وهذا هو اللي قطع مجنون ما فيه شك ما دخلني شك يكون مجنون ما شاء الله كان تمثيله. المهم اني انا بعد قابلي طبعا اعتذاره اذا قاعد من وظيفته يا غير طالبه منه تم يمثل لانك استطعت بانك هو ممثل يمثل في مسلسل ممثل في رمضان ايه وزين ما شاء الله تتماهى مع الدور تماهي غريب وعجيب لاني انا خطرت ببالي كاميرا كشي يا غير انفيتها انت بملامحك وبادائك وبالطريقه اللي عندك غريبه وهي يعطيني نشرب قاع اكدت لي انا انك مجنون تائه في الشوارع وانك دخلت علينا احنا والدور تشرب صراحه انا قاعد نهن وهو في التمثيل ني انا لولا ما خطرت ببالي كاميرا كشي يعود عادي قال انا خطرت ببالي كاميرا كشي قال انفاها جوده الاداء جوده الاداء والله ما شاء الله تبارك الله خلي العرف انا سوقيت لي هنا كذا من كتابتي انا هو ممثل في مسلسل هنا في رمضان وتحيه بعد طبعا خاصه لو كان معايا في ذا البرنامج ممثل تمثيل ما شاء الله اكثر من رائع ما شاء الله يجدع ليك انت ما شاء الله استاذه وتبارك الله ما هو معقول نعيد مره ثانيه معتذره لك ما في مشكله نختاروك تقول لنا طرفه قد خرجت لك في رمضان وتعطينا نبذه عن برنامج هذا البرنامج تعطينا فك رايك انت في البرنامج برنامج انا ما قد شاهدته نعود نعطي فيه رايي يا غير شك كان على انه انا قطع عدت التلفزيون الوطني قط اللي هي الموريتانية قط عدلوا لي كاميرا كشي مرتين في رمضان واحدة برنامجهم برنامج ما تساهي عنه ساهي عنه داروا لنا الدقات قالوا لهم لا يدرون لنا الدقات قطعني انا بعد انخلعت يا غير ما وقفت بيدي انا من الغريب اني انا اصلا ما اخاف من الدقات الشاشة لو تغيرين ما زالوا يخافوا من الدقات ما اصلا اخاف منهم دنيا نبقي فين قصطب ودي اللي الدقات غير ذاك النهار مستني خلع وتوف منها حالة وانها وضعية استنفار ومستني خلعة يا غير ما وقفت بلي منين انا قاعده وقلت لهم في النهايه قلت لهم انتم شوك ما تسبقوا الرجال المصورين دقوا لهم وبالتالي الحمد لله ضحكوا عرفوا قالوا انت تناضني عن الرجال عن العليات حتى ما خلعت المساله الاخرى قط جابوا لي صه واحده وطريفه جدا جابوا لي واحده انها مخرجه في رمضان اخر ولا بخرتني شسو شنو من الكلام الخاسر غير ما يفقعني انا لو انكم شفتوا لي حد يقول لي الكلام الخاسر قبل ما لين يفقعني هاي انا اللي يخلعني اللي يخلعني مشو والغريب الطريقه اللي حصلت انتم عليه انا الدقه ما تخلعني وانا الكلام الخاسر ما يفقعني به لي عادي عندي هي قالت انت ما تعرفي شيء والتاريخ ما يعرفوا شيء وانت الدور تلمعي راسك وانت قادر هذا ما يفقعني تو لا ما يفقعني به لي انت يوميا نجبر الخلق يقولون الكلام الخاسر يقعد رقاش قالوا عني ينفقع لا يجبر حد يقول كلام خاسر انا في نظري هناك الانسان حاصل بين تقدر تجبري خارق قلبيه يقول حد ينقع في الشارع يقول لك كلام الخاسر قاعد على الطريق وعليك بالتالي ما انفقعت اللي اصلا يخلي عني انا قبال مجانين قطعا عنكم انتم هم انجح برنامج في هذه وبالتالي انا بعد مهنئتكم على الاولى يعني شاك ملاحظه ما عندي لي ملاحظات برنامج نتمنى لكم التوفيق انت والممثل طبعا انت صحفيه ناجحه ان شاء الله وهو ان شاء الله ممثل ناجح شكرا ويا مرحبا الله يخليك ان شاء الله طرفة خليك تركب رمضان ماني متكرة ماني من في الطرف حتى ماني متكرة شي بعد نقدر نقوله بعد قبالة عبر الأزير ماني متكرة شي نقدر نقوله عبر الأزير ماني متكرته بعد ذلك قبالة قولي أنا ماني معقولة بيش الضعف في الذاكرة قبالة قولي لي اتصالك لي قولي لي وديري الطرفة قولي هالي ماني متكرتها حتى الآن ما بقيت نعدل خافرة تعلوه تعود بمي نشكني البرنامج شكرا والله صلي ساهي عنها ذلك ماني متكرت شكرا لك على العموم رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم داير عن داير صوم مقبولا وإفطارا شهيا شاكر ضيفش اليوم تربة من تعمار الدكتورة والأستاذة الجامعية شاكر فريق العمل كان معايا على تصوير الولي شاكر صاحب الإضاءة والديكور للشيخ العليين شاكر الممثل الكبير خليل عرفة وشاكر المخرج عبد الله سعيد وهذه تحياتي إن شاء الله نجابره في حلقة ثانية وضيف ثاني